غادي ندخلوا نمط التعليم بالتناوب بين الجامعه والمقاوله، يعني ما كانش عنده اطار قانوني، هذا غادي ندخلوا. درنا واحد التجارب هذه السنه هذه، ودابا غادي نحاولوا نعطيو هذه الفرصه لجميع الشركات باش يدخلوا في هذا النمط هذا، وكذلك تتبع الاندماج ديال المهني ديال الطلبه اللي غادي تكون واحد المنصه اللي غادي تدخل في حيز التنفيذ في 2026 لربما في اخر هذه السنه. مشكله اللي مطروحه في جميع الجامعات وبالخصوص في يعني الاستقطاب المفتوح. احنا اللي تنعملوا اليوم بهذا البرنامج ديالنا وبهذا المخطط الوطني اليوم هي طلبنا من جميع الجامعات باش نعاودوا كاع المسالك اللي عندنا، لان كاين مسالك اللي ربما قديمه وربما ما بقاتش مسايره هذا الوضع ديال التحولات اللي كاين اليوم، دونك طلبنا باش نعاودوهم اللي غادي تطبق على الدخول الجامعي الماجي. بحال في مثال ربما كتشوفوا بان كاين مسالك ديال السوسيولوجي ديال البسيكولوجي ديال فاك دو سيونس ديال فاك دو لاتر فاك دو دووا، غادي نعاودوا فيهم التفكير. وهاد اللقاءات وهاد التشاورات اللي درنا مع جميع الفيدراليات مع جميع الوزارات هما اللي غادي يعطيونا المداخل باش نكونوا برامج ديال هاد المسالك هادي اللي نكونوا مكونينها مع هاد الشركاء هادو. اذا ابارتير من سبتمبر الماجي غادي يكون عندنا مسالك جديده اللي غادي يدخلوا فيها جميع الطلبه، وهاد المسالك كتجاوب مع المتطلبات. هاد الشركاء ديالنا تيقولوا لنا بان في المثل اليوم كنديروا اجازه ديال الحقوق، اجازه ديال الحقوق عامه، كاين الحقوق بريفي ودوا بوبليك دوا بريفي. دابا كاين في المسالك ديال الحقوق بزاف المسالك، فيها النوطارية، فيها الحقوق، فيها الدروا بريفي، فيها الاختصاصات. دابا غادي نتجاوبوا باش نبدلوا البرامج ديالنا باش تولي تجاوب مع المتطلبات. كاين بعض الشركات اللي تيقول لك انا باغي شباب عنده اجازه في الحقوق، ولكن بغيت الحقوق هذه اللي بغيت انا ديال الرقمنه، ولا بغيت الحقوق ديال هذه المشاكل في المثال ديال الطب، ولا الحقوق اللي تتكون مختصه. هادو هما المسالك اللي غادي نفتحوا. انا عطيتكم غير المثال ديال كليات الحقوق، ولكن الكليات كلهم غادي نعاودوا نجدوا المسالك ديالنا، وزيد عليهم هاد اللي سميتو الوحدات اللي غادي نزيدو، الوحدات ديال الثقافه، والوحدات ديال اللي تنسميها مهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه، وعاد زيد الاشهاد على حسب اللغات ولي ديجيتال سكيلز. دابا كنشوفوا بان بعض المرات تيقول لك الشركات تيقول لك احنا عنده الاجازه ولكن ما كيعرف يدير والو في انترنت، ما كيعرف يدير والو في الرقمنه، لا وورد لا مايكروسوفت لا والو. هادشي بغينا ندخلوه حتى هو بالاشهاد باش الطالبات والطلبه ملي غادي يخرجوا بالاجازه غادي يعرف على الاقل يكون عنده اشهاد، ما يقولش راه انا كنعرف، تيقول له ها الاشهاد ديالي بالنسبه لهادشي تاع لي ديجيتال سكيلز، ها الاشهاد ديالي بالنسبه للغه الانجليزيه ولا اللغه الفرنسيه. دونك هادشي كله هذا تغيير جذري اللي حنا غاديين فيه، اللي تنتمناو ان شاء الله ننجحوا فيه. لان بغيت نشكر جميع النقابات وجميع الاساتذه الباحثين والرؤساء والعمداء اللي اليوم حنا دابا خدامين باش نوجدوا هاد المسالك الجديده، هي اللي غادي تخلينا نجاوبوا مع هاد المشاكل. ولكن ما نساوش بان راه الرغبه الكبيره، وتنظن بان التحدي الكبير اللي عندنا راه ماشي هي الاختصاصات، التحدي الكبير هو التمكين ديال الانسان. انا اقول حنا تنتمناو من هنا 2025 باش يكونوا الدروس ديالنا كلهم مرقمنين وكلهم في المنصات، ولكن ماشي غير نجيب باوربوينت ولا نجيب بي دي اف ونحطوا، لا، يعني مرقمنين بواحد الكونسيبت اللي عندهم دي كابسول، شاك شابيتر عنده الكابسول ديالو، عنده لي زيكزيرسيس كوريجي ديالو، عنده لو بي دي اف ديالو. هادشي باش يخلي الانسان يمشي يقرا ويعاود يقرا، ما يبقاش غير المدرج غادي يولي باش يتعاون معاه ويتجاوب مع المسائل اللي ما فهمش. كنسميوها بيداغوجي انفيرسي، بيداغوجي ايبريد. هذا هو التوجه الكبير اللي عندنا. راكم كتعرفوا بان اليوم الجامعه، التحول ديال الجامعه بلا رقمنه راه بحال ما حولنا حتى شي حاجه، تنظن بان هذا هو التجاوب الكبير. ودابا خصنا نعطيو واحد الاهميه للبحث العلمي. شفتوا اليوم الزياده الكبيره بالنسبه للماليه ديال التعليم العالي اللي دزنا من 15 مليار ل 14 مليار، دزنا ل 15 مليار، وعاد زيد عليها ذاك لو فون ديال لا ريشيرش اللي عندنا فيه 400 مليون درهم، وعاد زيد 300 مليون درهم اللي خصتها الحكومه بالنسبه للبحث العلمي التطبيقي مع الشركات، راه تقريبا فايته مليار ديال الدرهم اللي اليوم غادي تمشي في البرامج ديال البحث، البرامج البحثي اللي غادي يكون بحث بشراكه. وزيد عاوتاني 1000 دكتور
من الجيل الجديد هما اللي غادي يعمروا لنا وهما اللي غادي يخدموا في هذه البحوث هذه جديده. وعاد المعاهد اللي اليوم غادي نبداو 2023 ثلاثه المعاهد فيها الماء فيها الطاقه وفيها الذكاء الاصطناعي. وغادي نزيدوا عاوتاني لان عندنا تقريبا واحد 15 بين 15 و20 يعني معاهد اللي كتصب في الاولويات الكبيره ديال الدوله والسياديه اللي خصنا نتعاملوا معها ونعطيوا الاساتذه الباحثين الوسائل باش يخدموا ويكونوا داكشي يكون سلس لا بالنسبه للعلاقه مع البحث العلمي والعلاقه مع الشركاء. المطالب اللي طرحت السي مراوي اليوم هو اولا توزيع في المنحه الجامعيه ديال الطالبات والطلبه. كنعرفوا جميع بانه ابناء المغرب اللي كيتابعوا الدراسه ديالهم في الجامعيه غالبيه السحاقه فيهم كيجيو من المناطق النائيه وياتون من يعني من اسر فقيره. هذا مشكل طرح بحده لان كترجعنا مثلا مع الجامعات جامعه مثلا ابن زور في اكادير اللي كيجيو ليها ازيد من خمس يعني طلبه من خمسه ديال الجهات ديال المملكه وكيجيو وراه كتعرف جميع ملي كيكون الضغط ديال الطلاب على مستوى المدينه كيكون غلاء ديال السكن ديال الايواء وكيكون اولا الناس يعني قلده البين ما عندهمش الامكانيات الماديه كيضطروا باش يكون هدر جامعي ما كيبقاوش يلتحقوا بخصوص في الجانب المتعلق بالعنصر النسوي. هذا مشكل. طلبنا السيد الوزير بانه تزاد في هذه المنحه هذه لان كتلقى واحد الانسان موظف عنده 4000 درهم ولا 1500 درهم كيتخلص يحرم ابنه من منحه جامعيه. هذا خطا جسيم هذا في الوقت لانه احنا بغينا توسيع ذاك العرض ديال المنح الجامعيه باش اولاد الناس كامل والشعب كامل يستافدوا من هذا من هذا من هذا العرض. هذا نقطه اولى. نقطه ثانيه هو المتعلقه بالبحث العلمي. كنرجع بانه البحث العلمي يعيش ازمه في المغرب. حنا بغينا نشجعوا في البحث العلمي وهي من بين الركائز الاساسيه ديال التعليم العالي الا انه غياب البنيات ديال التكوين بنيه البحث العلمي غياب والخصص المهول في الاطر الجامعيه الاساتذه الجامعيين كنخفضوا مجموعه من المواد فيها خصص مهول. نقول لك مثلا هذا حاليا كاين خصص مهول في تدريس اللغه الانجليزيه اساتذه الانجليزيه في جامعه ابن زور في كليه الادب والعلوم الانسانيه. هذا خلق مشكل ولينا كنستعنوا بالاساتذه الثانوي التاهيلي باش يعوض ذاك النقص اللي كاين. اذا حنا بغينا نرفع من البحث العلمي وزير يطالب بتثبيت الانجليزيه كلغه اساسيه سواء في البحوث ديال الدكتوراه وفي البحوث ديال الماستر وعندنا خصص ديال الاساتذه اللي كيدرسوا وبالتالي خص على الاقل نوفروا هذه الامكانيات.